مدين وشوية لبة برضو بس قليل شوية، لكن هيضيع في وسط الاتنين دول الكبار دول. هنشوف الفرق. انا عندي المهم عندي ان البيض يفقس، بعد كده انا اتصرف معاه في النقل اللي انا بعمله ده يا جماعة، لان هو مش محطوط في وقت واحد، فانا لازم اتصرف بالطريقة دي. كلهم لحم، الاربع بيضات دول او الاربع زغيل دول كان كلهم لحم برضو. هرش البيضة دي مية، هرشها مية واحطها في مكان تاني برضو. طيب هبقى هسيب لهم الزغلولين الكبار عشان هم في حجم بعض، لكن لو التالت ده في حجمهم كنت هسيبه معاهم، لكن هو مش في حجمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهارده متابعة الزغليل والبيض، زي ما وعدتكم قبل كده هنتابع الزغليل والبيض. هنشوف، لأن طبعا حضراتكم عارفين إن أنا كنت بايع من الحمام اللحم من الشبابات، ده اللي كان أول شغله، لكن طبعا جربتهم أول وخدت البيض بتاعهم حضنته تحت حمام تاني، فهيقابلنا مشاكل كتير، فهنشوف مع بعض هنتعامل مع المشاكل دي إزاي. وكمان هنشوف في زغليل حالات كده ظهرت، زغليل مش هضمه كويس، اقل شيء انت هتعمله معاها ايه. لكن قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك للفيديو، ارجوك اعمل لايك للفيديو وتعالى نبدا الفيديو على طول. طبعا حضراتكم عارفين الحمام ده، الشباب ده اللحم اللي انا في السلكات دي كلها انا بجهزه علشان اخد منه حصويتين افرزهم، اضمن ان هم مخصبين وبعدين ابيعه على طول. الجزء اللي بيحصي واكشف على بيضه تمام، ده بيكون للناس اللي مكلماني بسلمه على طول. لكن هو مش ده موضوعنا، موضوعنا ازاي انا بتعامل مع الزغاليل والبيض لما انا بحضن البيض، ازاي اللي انا بشيله فبضطر احضن ثلاثة واربعة. طيب تعال كده نشوف اول حاجة انا حضنت تحتها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا هنشوف اهو في قشرة بيض، طيب يعني هنا في بيض فقس بالقشرة. لكن تحته ثلاث بيضات فقس زغلول، ما شاء الله الاهالي مأكلينه، واضح ان هو فقس من امبارح يعني بالليل مثلا، ان احنا دلوقتي العصر. نشوف بقى البيض، على فكرة هو ممكن ما يكونش محطوط في يوم واحد، فرق يوم او اتنين، لكن دي ايه قربت تفقس، يا نقرة اهوت. طيب انا بعمل في البيضة اللي زي دي ايه؟ لما البيض كده انا ما بقشرش بيضة يا جماعة، ما بفتحش بيض وما بنصحش حد يعمل كده. انا قبل الفقس بعمل كده تمام، برشها تحت شوية مية كده وارجعها تاني، للاهالي. شوف البيضة التانية، ده اللي انا بعمله، لكن ما بقشرش بيضة لا تكون لسه طرية ولا حاجة. هي ممكن يكون فرق يوم ولا حاجة، مش مشكلة لو البيض اترش كده اخر 3 ايام. طيب كده هنرجع دول برضو، هنشوف لما دول يفقسهم مش هنسيبهم مع بعض، لان البطين دول لما يفقسهم يكون الزغلول ده كبر شوية فمش هينفع مع البيض. تعال نشوف حالة تانية برضو كمان، هنا القص ده رائد على البيض على طول كده، الاتنين مع بعض ذكروا ان تاية عندهم حمية زايدة جدا، مش عارف انا هي مشكلة برضو في بعض الاحيان بتكون مشكلة، لكن هو مش ده الموضوع اتكلمنا عنه قبل كده، لكن هو عشان انا كنت محضن اربعة. هنشوف ايه اللي طلع منهم. بسم الله ما شاء الله، نشوف كده ايه اللي فقس. دول اللي فقس منهم زي ما حضراتكم شايفين ده لسه فائس فصغير، ودول بقالهم يومين، دول بقالهم يومين وده لسه فائس فمش هينفع معاهم. شوف الحصوة الرابعة دي هنشيلها برضو ونشيل الزغلول ده. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد الزغلول ده احطه مع الزغلول اللي شفناه قبل كده، مدين وشوية لبة برضو بس قليل شوية، لكن هيضيع في وسط الاتنين دول الكبار دول. هنشوف الفرق. انا عندي المهم عندي ان البيض يفقس، وبعد كده انا اتصرف معاه في النقل اللي انا بعمله ده يا جماعه، لان هو مش محطوط في وقت واحد، فانا لازم اتصرف بالطريقه دي. كلهم لحم، الاربع بيضات دول او الاربع زغيل دول كان كلهم لحم برضو. هرش البيضه دي ميه، هرشها ميه واحطها في مكان تاني برضو. طيب هبقى هسيب لهم الزغلولين الكبار عشان هم في حجم بعض، لكن لو التالت ده في حجمهم كنت هسيبه معاهم، لكن هو مش في حجمهم. طيب اهو يبقى احط الزغلول ده، احط الزغلول ده مع الزغلول ده، يبقى دي بقى تحتها زغلولين.
بسم الله ما شاء الله، وتحتها بطين. لما البطين يفقسهم يكون الزغلولين كبرهم برضو، هتصرف فيهم وانقلهم تحت حاجة تانية. طيب البيضة دي كمان هرشها شوية مية، حطنا رشناها شوية مية، هنحطها برضو هسيبها لهم كمان النهاردة كمان ماشي، لما البكرة هتفقس تحتهم. والاهالي دول حنينين بسم الله ما شاء الله، هيرقدوا عليهم تاني. فهم ممكن يقوموا بالاربع زغاليل، لكن لو في حجم بعض، لو في حجم واحد ممكن يقوموا بيهم، بس طبعا الاثنين افضل والواحد كمان افضل. هقول لك لا. طيب نشوف حالة تانية. هنا ده كانوا بيضهم اتكسر، لكن حاطط لهم بيض زاجل بسم الله ما شاء الله. لو لقيت الاهالي مأكلة بزيادة كده والاكل حسيت ان الاكل جامد كده، تعمل ايه؟ تجيب سرنجة وتسقيهم. هما بسم الله ما شاء الله كويسين، بس هسقيهم برضو، ازودهم شوية مية ما شاء الله. اهالي حنينين. يبقى ده اقل شيء تعمله مع الزغليل اللي هي مش هضمة كويس، او الاهالي عطينها اكل بزيادة وحاسس ان الاكل محجر فيهم، يبقى تسقيهم بالشكل ده. ده برضو انا كنت محضن هنا زغلول زاجل مع زغلول لحم عشان ما بقاش زغلول فرداني، ما يضيعش وقت الحمامة جماعة على الفاضي. يعني دايما الواحد تخليه يبقى اتنين، البيضة تخليها اتنين وهكذا. هنا عندي ما شاء الله زغلولين لحم، الاهالي عاطينهم اللبة تمام بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اكلين واللبة اخدين لبة تمام التمام. على فكرة يا جماعة، الناس اللي هي تقول لك اكل الحمام اكل ناعم وقت التلبين، لا مش مهم. لو اكلته زلط حتى، اكل خشن يعني مش زلط زلط، يعني لو مهما اكل اكل خشن هيعطي للزغليل اللبة، لان هو بيكون محضر اللبة وقت ما هو رائد على البيض. اهم حاجة يكون رائد على البيض فترة الرقود اللي هي 18 يوم، بعد كده هيجهز اللبة، وممكن قبل ال 18 يوم، ممكن من 15، احيانا من 12، لكن يفضل ان هو يرقد على البيض طول المدة اللي هي 18 يوم. تأكد ان هو يعطي اللبة بعد كده ال 18 يوم اذا ما كانش عنده مرض. هنا ده رائد على حصى مع زغلول، انا لاحظت ان هو صغير شوية، فطمت الزغلول الكبير وسبت الزغلول الصغير، كانوا زغلولين والله بامانة، فطمت الكبير وسبت الصغير، الاهالي اتاكلوا يرعوه شويه مع البيض. على فكره البيض ده بقاله حوالي 10 ايام وانا سايب الزغلول. هنا بسم الله ما شاء الله محصين اول حصوه. اللي في السلكات الخشب دي الحمام القديم، الحمام اللي هو شغال عندي قبل كده تمام، عشان الناس تبقى عارفه ان انا بعرض اللي في السلكات الحديد دي لحد الان بعرضه للبيع. طيب هنا انا عندي هوت بسم الله ما شاء الله، ده زاجل بسم الله ما شاء الله بيأتي الزاجل اللي بيقولوا عليه السلفر او الازازي، مستوى محترم ده. كنا عارضينه للبيع ب 250 جنيه، لكن يعني ايه الناس الطلبات كلها اليومين دول على اللحم، لكن ده من المستويات المحترمة. انا بوريك ليه، لان هنا في زغلول برضو، انا ممكن هنا نسيب زغلول لوحده، ان بحيث ان انا اقدر انقل من الاربع بيضات اللي هيقابلوني، هيقابلني المشكلة دي مش هلاقي حاجة انقل تحتها، فانا سايب ده لوحده ان انا اعرف اتصرف انقل معاه واحد كمان. شوف هنا كمان بقى حصة، اول حصوة برضو اللي احنا بنجهزه للناس اهو، محصة اول حصوية، لما يحط الحصوة التانية ونكشف عليهم بعد كام يوم ونتأكد ان البيض عمران هنبدأ نعرضه للبيع. هنا كمان ده بيجهز عش اهو ما شاء الله، ودول على وشك بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو على وشك ان شاء الله يحصهم، فبنستناهم يحصوا بس ونبيعهم، ما نفرز بيضهم هنبدأ نبيعهم. هنا برضو قص تاني محصة اول حصوة اهوت بسم الله ما شاء الله من اللحم، وهنا قص زاجل ما شاء الله شغال ازازي، لسه محصة اول حصوة اهوت ما اشتغلش قبل كده من الشباب. كنا عرضناه للبيع برضو، كنا قلنا يمكن ده ب 150، هننزل السعر ال 130 ده تمام. في زاجل موجود يا جماعه شغال، كنا عرضنا وقلنا الكلام ده من 120 ل 250. طبعا شايفينه اللي هو بيطارد ده، اللي هو من ناحيه الباب خارج بره ده اللي هو
ب 250، اللي هو على الباب ده السلفر ده، ده ب 250 يا جماعه اللي عايز يكلمني. فيه زي ما قلت لك في من 100 كمان، مش من 120، لو عايز من 100 موجود، من 100 ل 250 الزاجل، زاجل شغال وبالضمان. لكن هنتابع في الفتره اللي جايه برضو الزغاليل دي هنعمل معاها ايه؟ هنفضل معاهم كده مش يوم مره ولا حاجه، اهم حاجه تتابعهم من وهم لسه فاسين من البيض. تستمر على المتابعه على الاقل اول اسبوع 10 ايام من عمر الزغاليل لحد ما يستقروا يبقوا 2 في حجم بعض او 3 في حجم بعض، وتتاكد ان الاهالي بياكلهم كل يوم. بعد كده تسيبهم بقى للاهالي، ما عادش ليك دعوه بيهم. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.